ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل بسكوت بالعجوه بطريقه سهله خالص وحاجه مفيده للولاد كمان معانا. مقادير قدامنا اهيت. اول حاجه هنحطها سكر البودره وطبعا السمنه بتاعتنا او الزبده على حسب اللي متوفر عندنا. انا استعملت سمنه فلاحي طبعا عشان تبقى فيها فايده اكتر. ممكن اي سمنه او اي زبده نفس المقدار، وابدا اضربهم لحد ما لما يكون لونهم كده كريمي وناعم، وحط لهم بيضتين بقى، انزل عليهم ببيضتين. وطبعا هنحط فانيليا طالما في بيض، ربع معلقة فانيليا، معلقة صغيرة، واضرب فيهم برضو. شايفين القوام بتاعهم بقى ناعم ازاي؟ هبدأ انزل عليهم بقى دلوقتي بالدقيق بتاعنا. والبيكنج باودر، وابدأ اعجنهم. طبعا بعد ما نعجنهم لازم ترتاح شوية العجينة قبل ما نشتغل بيها. زي ما تشوفين اهي اتجمعت معانا العجينة بتاعتنا، هنحطها في بولة. العجينة اهي طرية وجاهزة للاستعمال، هنسيبها بقى ترتاح، هنغطيها ونسيبها يعني ربع ساعة 10 دقايق ان هي ترتاح فيهم. هنا العجوة بتاعتنا هي جهزناها، هنبدأ بقى نفرد العجينة بتاعتنا. دبرهم كده بالطول، افردها وبعدين اوططها وبعدين احط جوا الحشوة بتاعت العجوة. ممكن بعد كده ارجع اقفل عليها. ببرم العجوة برضو على قد الطول كده وابدأ اقفل بقى بروح. طبعا ده بسكويت مش زي اللي بتباع في الفرن، بيبقى بعجينة، بسكويت طعمه بيبقى احلى طبعا. وابرم برضو تاني بالراحة. وبعدين هنبططها واجيب شوكة واعمل بقى شكل البسكوتة نفسها. طبعا هي العجينة ناعمة فعشان كده تلاقوها بتعمل شوية مني، لكن لا انا هظبطها برضو بالشوكة وهعمل عليها علامة. وبعدين نقطعها بقى الحجم اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده، بعمل علامه فيها بديلها شكل يعني، وابدا اقطعها قطع اللي احنا عايزينها. الحجم ده كويس معقول يعني، طبعا قبل ما بينفش الفرن بيكبر شويه كمان. هنا شكلها حلو وطعمها كمان تحفه ومفيده للولاد. هنعمل الكمية كلها بالشكل دوت لغاية لما نخلصها. وهندخلها في الفرن، هنشغل فوق وتحت لغاية لما تسوي معانا. مش بتغيب في الفرن خالص لان هي مش سميكة زي ما انتوا شايفين. ده شكلها. هنبدأ نكمل بقية العجينة طبعا بنفس الشكل، ونحشيها ونقطعها ونحطها في الفرن ونعلمها كده. اللي مش عايز يعلم بالشوكة ما فيش مشكلة، اللي عايزها سادة برضو من غير عجوة برضك طعمها حلو، طعمها بسكويت.
سهلة جدا. يعني بعد ما خلصناها ندخلها بقى الفرن. هنا استوت، هنبدأ نقدمها زي ما انتوا شايفين، سواها من فوق ومن تحت لونها حلو. ده شكلها النهائي. جربوها، يا رب تعجبكم، وبالهنا والشفا.